تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في آخر حلقة معنا في هذا الأسبوع. في الأسبوع بطلت عينها ميت يوم قلت آخر حلقة يعني آخر حلقة في السنة هذه بعد إن شاء الله، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله مطلع العام القادم. فكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المميزة إن شاء الله من برنامجكم صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مستمعين الكرام 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. موضوع الساعة ما نتكلم عنه إن شاء الله في يعني الجزء الثاني من برنامجنا، وهو موضوع التأمين الصحي. أيضا بيكون عندنا إعلان كذلك من قبل الدكتور حيدر اليوسف حول هذا الموضوع، فأبقوا معنا يعني على السمع، لأن يعني بعد الساعة 10:15 ما نطلع مع الدكتور حيدر بالتليفون تقريبا ربع ساعة ما نتكلم فيه عن الكثير من المواضيع. لكن مستمعينا أبغي أنتقل إلى 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 فقرتنا الإخبارية. صحة دبي تحدد ساعات العمل بمنشآتها الصحية خلال عطلة رأس السنة. أعلنت هيئة الصحة بدبي اليوم عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها خلال عطلة رأس السنة 2017، والتي ستصادف بإذن الله يوم الأحد المقبل الموافق للأول من شهر يناير المقبل كانون الثاني. وكلفت الهيئة في تعميم لها المدراء التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء اللي هو المعروف بالأون كول وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها. المهم قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية أعلن عن إغلاق كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية يوم الأحد المقبل باستثناء مركزي البرشة الصحي وند الحمر الصحي اللي بيكون العمل فيهم على مدار الساعة. قطاع خدمات المستشفيات أعلن عن إغلاق كافة العيادات التخصصية بمستشفيات راشد ودبي ولطيفة يوم الأحد المقبل، بينما سيكون العمل بمراكز الحوادث والطوارئ على مدار الساعة في كافة مستشفيات الهيئة. وأعلنت إدارة خدمات اللياقة الطبية عن إغلاق كافة مراكز فحوصات اللياقة الطبية يوم الأحد المقبل، كما ستكون كافة المراكز التخصصية التابعة للهيئة الثلاسيميا، السكري، الأمراض النسائية، مركز دبي للأمراض النسائية والأخصاب، ومركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بيسكرون خلال رأس السنة 2017. عموما مستمعينا أيضا نتكلم عن، ما أدري ناخذ المداخلة مالت السوشيال ميديا أفضل. طيب ناخذ مداخلة السوشيال ميديا مع الأخت أسمى الجناحي عشان ما نطول عليها وايد. أسمى صبحت الله بالخير، وإن شاء الله يكون عليك يوم مليء بالإنجازات ومليء بالإيجابية. السلام عليكم أخوي محمود. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء أحب أبارك من جميع دامني أي آخر حلقة في 2016 بحلول العام الميلاد الجديد، ونتمنى إن شاء الله 2017 تكون سنة مليئة بالسعادة والفرح يا رب. بعد على يا رب. على كل المستمعين. أقول لك أنا يوم قلت إن هاي آخر حلقة بطلت عين، أنت ما شفتي ميتة شقى بطلت عين تحرر، قالت يعني خلاص ما نسكر البرنامج التحرى. زين أوريني أسمى، قولي لي شو اليوم رسائلنا الإيجابية اللي نبغيها إن شاء الله تكون يعني حق طول السنة بعد. يا هي ما شاء الله يومية من بداية 2016. صحيح. رسالتنا اليوم هي عدد الساعات ثابتة لدينا جميعا، ولكن تنظيمك لهذا الوقت هو سبب نجاحك وتميزك.
صحيح هذا كلام جميل. إدارة الوقت هذا علم أصلا، علم قائم بذاته إدارة الوقت. في ورش ودورات تدريبية بس إن التقنية إدارة الوقت هاي متكم موجودة عند الكل. صحيح، ولكنها مهمة جدا في عملية، مو على صعيد العمل بس، أسمع حتى على صعيد الحياة الخاصة، الحياة الشخصية، يعني مسألة إدارة الوقت وايد مهمة وكثيرين غافلين عنها. فعلا. غير هذا أخوي محمود، نحن الأشياء اللي كنت أتكلم عنها خلال هاليومين، لثة الأسنان ومرض السكري كان آخر فيديو حطيناه أمس. أوكي. لأن مرض السكري لازم فعلا يحاسبون أكثر من غيرهم بخصوص تثوث الأسنان وأضرار اللثة. جميل. غير هذا اللي كنا دكتور حيدر شو بيقول، إنه صراحة الناس كلها قاعدة تكتب يتمنون التمديد، وأنا أتمنى يكون في تمديد. يعني أنا ما أبغي أقول على لساني ما نتصل في الدكتور حيدر لأن كل ما نحط أنا باقي كم من يوم الكومنتات الصراحة مرة مرد عليهم كلهم. هو يعني ما من سميه تمديد، يعني الناس يوم تقولي لهم تمديد للأسف يرقدون. هي ولا، ويعني معظم الأسئلة تكون كم المخالفة، وين المخالفة، يعني التفكير يكون في المخالفة ما يفكرون في الفائدة. هذا التفكير اللي نحن من غيره. ضمان لولدك، لأهلك، ضمان لنفسك حتى. يعني إذا مثلا عندك شخص مرض تدفع له 100,000، لكن إذا هم أما يمكن تدفع مبلغ ممكن 10% أو على حسب العقد. هذا اللي نقوله الحين، واحد يشتري لي ياخذ له سياره زين، اسمه هاي السياره قيمتها مثلا قولي 200 300 الف، 500 الف، على حسب ماك اي يامن. انزين، في حد من الناس يامنها ضد الغير، في حد يامنها شامل، حد يامنها تصليح وكاله، حد يامنها اكثر من تصريح وكالي، يامن الناس اللي داخله. يعني فيها اوبشن وايد ان الواحد هذا، وكل ما انت تاخذ مميزات اكثر كل ما دفعت اكثر. صح هذا الكلام ولا لا؟ لكن الان شو الفائده؟ حد يقدر يسوق سياره من غير تامين؟ اقلها عندك ضد الغير، يعني انت بتتحمل تصليح سيارتك والسيارات الثانيه لازم شو اسمه، انا وسيارتك اذا كانت غاليه كم بتدفع فيها تصليح؟ في حين بالتأمين يعني ما أبغى أقول أنت خبرة في هذا الموضوع. حسب الكل يعرف لنا خبرة. يا الله يواليك الصحة والعافية أسماء، ومشكورة على هذه المداخلة، وأتمنى لك إن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا. في شيء تبغين تضيفين أسماء قبل نطلع الفاصل؟ ما يسوي، يتابعونا على حسابات الهيئة DHA_Dubai. لا بعد ضيفي حسابات المنتدى اسمه بعد في هذا. DHF نفس الشيء بس DHF_Dubai. هذا بعد نبغي نروج له خلاص المنتدى، لأنه واحد من المنتديات القوية. شكرا لك اسماء الجناحي، مسؤولة السوشيال ميديا عندنا في هيئة الصحة بدبي، كانت معانا في جولة سريعة حول الإعلام الاجتماعي. شكرا جزيلا. إذا مستمعينا بعد الفاصل بنحاول ناخذ واحد من الإعلانات المهمة اللي الكل يترياها مع الدكتور حيدر اليوسف. دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، بنتكلم عن التأمين الصحي بشكل سريع، في عنده كلام يبغي يقول لنا إياه، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه اذاعه نور دبي. طبعا دكتور حيدر اليوسف مدير اداره التمويل الصحي معنا عبر الهاتف. دكتور اليوم انت مريت في اكثر من موقع خاص بالتسجيل للحصول على التأمين الصحي. صحيح. للخدم، وباقي عندنا يومين للمهلة اللي تم تحديدها حسب القانون، لكن اليوم أنت قلت لنا في عندنا إعلان نبغي نعلنه للجمهور، شو هذا الإعلان دكتور؟ صحيح، طبعا أعلنت هيئة الصحة بدبي عن مواصلة شركات التأمين استقبال طلبات الحصول على باقات التأمين الصحي مع بداية العام الجديد، ذلك تقديرا من الهيئة للإقبال الشديد من قبل المتعاملين
الذين توافدوا على شركات التأمين في اللحظات الأخيرة ومراعاة لظروف من لم يتمكن من الانضمام لمظلة التأمين الصحي خلال الأيام الماضية. طبعا مثل ما تعرفون وصل الحمد لله وبفضل الله عدد المؤمن عليهم في إمارة دبي إلى أكثر من 4 مليون فرد بنسبة تزيد عن 98% من الفئة المستهدفة من المقيمين في إمارة دبي. مثل ما تفضلت أخي محمود احنا كذلك مرينا اليوم على المواقع، يمكن كان في بعض الشكاوى من موقع اللي هو الاتحاد مول، والحمد لله كانت صحيح طبعا الطابور كان كبير جدا، لكن كان في طابور للرجال، كان في مواقع جلوس للسيدات، وكان في كاونتر منفصل للرجال والسيدات، وكانت على الرغم من وجود ازدحام الا ان العمليه والحمد لله كانت منظمه بشكل جيد. مع تقدير طبعا للضغط الحاصل فالهيئه قررت انها تمدد استقبال الطلبات للايام القليله القادمه بعد بدايه العام الجديد. جميل. دكتور في سؤال يقول السلام عليكم، تم التأمين قيل الإنجاز خلال 15 يوم يعني في 10 يناير 2017 يوجد غرامات؟ مش واضح عفوا السؤال. يعني هو السلام عليكم يقول أن قدم على التأمين بس قالوا الإنجاز 15 يوم خلاص. هي لا ما في مشكلة، مجرد ما تقدمت الأوراق عند الشركة انتهى من ناحية الموضوع وأموره طيبة إن شاء الله تعالى. كذلك أخوي محمود بس أحب أذكر بالمواقع، يمكن إحنا شفنا ضغط كبير على جمعية الاتحاد مول وكذلك على الصفا، لأن عندنا 9 شركات تأمين تقدم التأمين الصحي اليوم للمستفيدين، وعندنا سلمك الله جميع مكاتب الطباعة بالنسبة لطباعة أوراق الإقامة. الدائرة الاقتصادية كانوا مسوين بعد مبادرة جميلة دكتور. صحيح الدائرة الاقتصادية كانها عرض للشركات مواقع الخدمة لجميع شركات التأمين في المراكز التجارية المختلفة في المنتشرة في جميع أنحاء إمارة دبي. كذلك أغلبية الشركات عندها أونلاين، فمن خلال الأونلاين كذلك ممكن الشخص يعمل. ففي عنا يمكن بالإضافة إلى وسطاء التأمين عنا أكثر من 148 شركة من وسطاء التأمين، كذلك تقدم الباقات من عند الشركات التسع المذكورة بدون أي رسوم إضافية. كذلك فعنا إحنا يمكن أكثر من يمكن حوالي 300 موقع منفصل لتقديم الخدمة هاي للأفراد وللمستفيدين، هذا بالإضافة إلى الأونلاين اللي ممكن من خلال موقع الهيئة اللي هو موقع ضمان الصحي أو مواقع الشركات نفسها. طيب دكتور الآن في هذه الحالة، في حالة مواصلة شركات التأمين الصحي يعني تقديم خدماتها، وهذا مثل ما أعلنت تقديم من هيئة الصحة للضغط الكبير الآن، يعني بيتخالفون الناس واحد واحد ولا لا؟ ما هو هذا يعني ذكرنا أنه ما راح يكون في كم يوم نعم للأيام القليلة. عندك أيام معينة دكتور بتعلن عن وقت ما نراقب الضغط ونشوف كمية الضغط الموجود على شركات التأمين، بس نتمنى من الأفراد هم ما يتهاونون وما يحصل مثل ما حصل في المرة اللي طافت، وتعرف طلب الأفراد فترة لتعديل الأوضاع وخذوا 6 شهور، أتوقع كانت فترة أكثر من كافية، إلا أن سبحان الله تشوف في آخر لحظة كذلك مرة ثانية يمكن نرجعون مرة ثانية المكان اللي كنا موجودين فيه في نهاية شهر 6 من هاي السنة. فنتمنى أن الأفراد يأخذون الفترة القادمة بشكل يمكن أكثر جدية، ويحاولون أن يحمون نفسهم، يحمون مكفوليهم، يحمون أفراد أسرتهم بالحصول على الضمان الصحي اللي هو في النهاية المصلحة. هذا اللي نتكلم عنه دكتور، يعني معظم الأسئلة تسأل شو الغرامة، كم الغرامة، كيف ما أدري كذا. زين ما حد فيهم يسأل يعني أو أنه يفكر أن الهيئة قاعدة يعني تحاول قدر الإمكان أن توفر هذه الأجواء السليمة للحصول على التأمين الصحي اللي هو أصلا فائدة للمجتمع، فائدة للدولة، فائدة للفرد نفسه، فائدة للعائلة دكتور. فالواحد يفكر في الغرامة ما قاعد يفكر في الفوائد اللي ممكن يحصل عليها من خلال التأمين. أبرز دليل أن الهيئة دكتور تحاول قدر الإمكان أن هي تعطي الأولوية للفوائد اللي بتي من خلف هذا المشروع. بالتأكيد يمكن الناس ما يحسون بالموضوع هذا إلا الشخص اللي ينحط في الموقف هذا، والحالات هاي إحنا نشوفها بشكل يومي يعني. والله دكتور أنا شفتها بعد كذا حالة شفتها المتواصل، نشوف الحالات. البارحة كان عندنا حد من الأخوان المواطنين كذلك قال والله 40,000 دافع أسبوع اللي طاف وما كنت مأمن والخدامة طاحت، والله 40,000 والمبلغ الكبير هذا يكون مدمر لعائلة صغيرة، لعائلة في ذات دخل محدود. يعني كانت أخت غير مواطنة عندنا من فترة قالت بنتها محتاجة لعملية زايدة 20,000، كتبت على عمرها تيكات وتسلفت من الناس،
فهاي المواقف اللي احنا نحاول نحمي الناس منها ونحاول نتأكد ان الجميع محمي من هاي، سواء الأطفال سواء المقيمين الخدم او الكفلاء، المواطن او المقيم نفسه يحتاج الى الحماية وتأمين، هذا مصلحة للجميع. يعني حتى معظم الأسئلة الدكتور اللي تردنا عن 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 فئة العمالة اللي وعندهم عجز صحي ومو بقادرين يحصلون تأمين، وحد يقول التأمين مثلا تكلفة زايدة علينا بعد كذلك، يعني وايد أسئلة في هذا المجال. لكن من ضمن الأسئلة اللي أنا أبغى أقرأها دكتور استفسار، هل نعمل التأمين الصحي على الجنسية السابقة أم الإماراتية لأصحاب المراسيم؟ بالنسبة لأصحاب المراسيم مش مطلوب منهم الحصول على التأمين الصحي، أما بالنسبة لمخدوميهم فعلى بطاقة الهوية، لأنه يحتاج بطاقة هوية الكفيل، فعلى الجنسية اللي موجود عليها بطاقة الهوية. بالنسبة يعني المكفولين لازم يحصلون، بالنسبة للمكفول هو يأمن مكفوله هو نفسه، ما يحتاج طبعا أن يأمن نفسه، لكن يأمن المكفولين منه والتأمين هذا يكون على بطاقة هويته. يعني شركات التأمين تطلب بطاقة هوية الكفيل، هذا على أساس بطاقة الهوية. دكتور هذا نفس الموضوع خاص بجزر القمر؟ نعم كذلك نفس الطريقة بالنسبة لجزر القمر. صحيح. طيب دكتور شو بالنسبة لكبار السن طالبين منهم مبالغ كبيرة للتأمين؟ سلامك الله، يمكن من حوالي 3 أيام إحدى شركات التأمين أمنت سيدة مقيمة عمرها 103 سنة، ما شاء الله، 500 درهم. نعم، فباقة كبار السن اليوم متوفرة ابتداء من 2500 عند إحدى شركات، 3500، 4000، 5000، يعني من 9 شركات هاي الأسعار اللي موجودة عندهم. طبعا في مزايا تختلف الباقة، لكن تبدأ الأسعار من 2500 درهم لكل شخص يزيد عمره عن 60 سنة، وهو يعتبر في فئة الأب أو الأم، يعني موجود على كفالة ابنه أو بنته على أنه أب أو أم، مش أنه مثلا مستثمر أو صاحب شركة ما يحصل على الباقة اللي هي مخصصة لذوي الدخل المحدود. لكن بالنسبة للأب أو الأم اللي موجود على كفالة ابنه أو بنته المقيم داخل الدولة، تبدأ الأسعار بالنسبة لهم من 2500 درهم بغض النظر عن عمر الشخص أو حالته الصحية. أنا إقامتي على دبي وساكن عجمان، ممكن أمن لأسرتي في عجمان؟ التأمين سلمك الله، يعني الشركات المرخصة هي شركات مرخصة في الدولة ككل، يعني طبعا مرخصة من قبل الهيئة لتقديم الباقات، لكن هي مرخصة في الدولة ككل، وأهم شيء أنه بس ينظر إلى شبكة مقدمي الخدمات ويتأكد أن في عيادات في عجمان حلال بيته المنطقة اللي قريبة له، وهي أغلب الباقات فيها عيادات خارج إمارة الدولة. جميل، السلام عليكم. زوجي مسافر، يعني زوجي، هي مو بزوجي أنا، زوجي مسافر اليمن وهويته انتهت بتاريخ 18/12/2016، بيرجع بعد أسبوعين، شو الحل؟ ما في أي مشكلة. بالنسبة للحالات اللي تعتبر حالات خاصة في عندها بعض الظروف، مثلا نشوف كثير من الحالات إذا كان الزوج كذلك مثلا متغيب أو في قضية أو مسجون أو كذا أو خارج الدولة لأسباب يعني هذا، فبالتأكيد من خلال الموقع الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي I Promise، بس يبعثون لنا البيان هذا ويبلغوننا بالموضوع هذا، ويتم تأكد من بيانات الحالة وموجود عندنا في السيستم إن شاء الله تعالى، ما تترتب عليهم أي تبعات. دكتور شركات التأمين يأخذون، ما يأخذون كاش ولا لازم فيزا وتشيكات؟ طبعا في أغلب مواقع الخدمة، مش الدائمة وإنما مواقع الخدمة المؤقتة، مواقع الخدمة المؤقتة بعض الشركات تطلب بطاقة الائتمان، لأنه ما عند يعني ما يكون موفر كاشير، وإنما موظفين خدمة فقط يأخذون الأوراق ويعملها بالكريدت، أضمن للواحد يعني الدكتور. أضمن بالنسبة لأنه ما في تجهيز للكاشير، لأن هاي مواقع مؤقتة وليست مواقع دائمة. أما بالنسبة للمواقع الدائمة سواء من خلال المراكز التجارية أو مراكز البيع للشركات هاي، فيمكن كذلك أنهم يدفعون الشركات مداومة الجمعة والسبت دكتور؟ نعم، الشركات مداومة الجمعة والسبت والأحد، وعلى المواقع الإلكترونية لكل شركة موجودة ساعات العمل، أغلبيتها بتكون مداومة من 10 إلى 10 في مواقع الخدمة. جميل دكتور، خلنا نعيد الإعلان مرة ثانية، يمكن حد تو دخل يسمعنا ولا شيء، شو بالنسبة للتأمين الصحي 1/1/2017، كل عام وانتم بخير، شو ممكن نقول لهم دكتور؟ نعم، طبعا اعلنت هيئه الصحه بدبي عن مواصله شركات التامين استقبال طلبات الحصول على باقات التامين الصحي مع بدايه العام الجديد 2017، يعني في الايام الاولى للسنه الجديده بعد 1/1،
وذلك تقديرا من الهيئة للإقبال الشديد من قبل المتعاملين الذين توافدوا على شركات التأمين في اللحظات الأخيرة، وهذا الشيء اللي حذرنا منه وايد وقلنا لهم لا تتريون إلى آخر لحظة، ومراعاة لظروف من لم يتمكن من الانضمام إلى مظلة التأمين الصحي خلال الأيام الماضية. بعد دكتور الله يخليكم لا تمددون أكثر، خلاص يعني اعتقد احنا كنا يعني 6 شهور كنا متوقعين وايد كريمين دكتور، وان اعتقد كانت نعم جيده، فان شاء الله تعالى احنا في النهايه الهدف صحه سلامه افراد المجتمع، نتمنى للجميع عام جديد سعيد ان شاء الله تعالى، ونتمنى لهم الصحه والسلامه. تعرف انا ليش اقول لا تمددون دكتور؟ مو بعن شيء، بس ان لان الفوائد التامين يا اخواني المستمعين وايد كثيره وايد مهمه، فالواحد ما يقعد ينتظر، لا ما دام مددوه خلونا نتريى شويه، لا على طول روح امن. ما دام انت عندك القدره على التامين روح امن. السلام عليكم. ليش ما سويتوا تامين ضمن الاوراق اللي لازم يخلصها المواطن يوم يسوي الاقامه للخدم؟ بتكون عمليه سهله ومنظمه، هذه اعتقد قائمه هذا دكتور. هذا كان قائم بشكل اختياري من سنتين، واحنا نحاول ندعو الناس الى انهم بطريقه بمع تجديد الاقامه انه يحاول، فهذا الكلام صار له يمكن اكثر من سنتين متواجد بطريقه اختياريه من بدايه العام، اوريدي اصبح الإقامة التأمين الصحي. لكن بالنسبة للأعداد اللي ما تأمنت، يعني اليوم إحنا نقول باقي 2%، بس لما نتكلم عن 2% من أكثر من 4 مليون، لا يزال هذا الرقم يعني عدة عشرات من الآلاف. صحيح. فمش رقم صغير، وبالتالي من المهم ان احنا كذلك نحمي هؤلاء الافراد. صحيح. وكذلك نلتزم بالقانون اللي هو اليوم في النهايه قانون طبعا يسري على الجميع. دكتور انا بستفيد كذلك من المثال اللي استعملته اخوي محمود في السؤال اللي يرد انه يقول انه والله الخدامه باجي لها 3 شهور أو 4 شهور، ليش انا امن لها وهي باجي لها خلاص 3 شهور وبتروح؟ هل اليوم انت تقدر تسوق سيارتك لمده 2 أو 3 شهور او حتى يوم واحد بدون تامين؟ صح. شو الالتزامات فيها مخالفة اللي تكون عليك؟ فيها مخالفه وفيها احتمال حوادث لا سمح الله. صحيح. فانت هل يعني تضمن والعياذ بالله انك انت تكون سليم او معافى او لا سمح الله ما تحتاج الى شيء في الفتره، او يمكن حد يضربك دكتور وانت شو اسمه؟ نعم. هذا نعم. عموما دكتور بس لاحظنا اخوي بس اذا تفضل بعض القلق اللي موجود من الاشخاص تجاه موضوع الخدم بشكل عام، وانا دافع 15,000 ودافع كذا ودافع كذا واصبح التامين، يمكن انا ما اعرف شو الاليات بالنسبه لاسترداد المبالغ هاي او اذا هربت الخدامه، لكن بالنسبه للتامين الصحي نبشرهم اذا مجرد ما يكنسل للخادمه يكنسل التامين ويحوله على الخادمه الجديده او يسترجع باقي المبلغ، فما في عليهم اي اشكال، فهو يكون محمي للفتره هاي اللي موجوده مهما كانت الفتره. صحيح. هاي صغيره، والمبلغ هذا ترى مش ضايع عليه، وانما يستفيد منه في الخدامه اللي بعدها او يسترجع باقي المبلغ اذا حب. دكتور على السريع لان عشان بس اعطي فرصه، وما بس هاي اربع مسجات على السريع دكتور. واحد يقول ما فهمت حق جزر الخمر، كيف تامينهم؟ عليهم تامين ولا ما عليهم دكتور؟ في الوقت الحالي مش ما عليهم. السلام عليكم، انا صاحب شركه امنت على الباقه الاساسيه، يستوي؟ شكرا. اي نعم. هل التامين يشمل مواطنين الامارات الاخرى؟ نعم لا دكتور. ما يشمل المواطنين اصلا، هو بحكم القانون مش مطلوب من المواطن. لا. من المخول بتحصيل الغرامات؟ هذا نقول له يعني هذا موضوع اخر طويل، ويا جماعه الخير لا تفكرون فيها، والله لا تفكرون فيها، الغرامات من حصلها بشكل او باخر هذا موضوع شيلوه من مخكم، فكر في التامين يا سيدي الفاضل. دكتور حيدر اليوسف نحن شاكرين لك يعني تواجدك معنا، وشكرا انكم مددتوا هذه الفترة على أساس الناس يصححون من أوضاعهم، وتقديرا للضغط الحاصل على شركات التأمين. شكرا جزيلا لك دكتور حيدر يوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي. شكرا. أيضا مستمعينا متواصلين معاكم بعد الفاصل، إن شاء الله عندنا موضوع آخر يخص موظفي إمارة دبي اللي موظف وعند بعض الاستفسارات، بنقول لكم شو الموضوع، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم إذاعة نور دبي. صباح الخير، اسمحوا لي أخوي لن نستفيد من تأمين الخدم لأن لا يوجد أي مستشفى، كل عيادات والعيادات غير معروفة في أماكن مجهولة، هذا كلام غير سليم تماما. اللي طرش مثل هذا الكلام غلط يا جماعة الخير، أتمنى أنك أنت تطالع العقد وتطالع الشركة المناسبة لك
اللي تقدم الباقات اللي حوالينك. فيا جماعة الخير ما ننظر للأمور بسلبية. السلام عليكم. بالنسبة لكبار السن إذا الشخص فوق 60 سنة وليس على إقامة الابن ولا المستثمر مثلا موظف أو أي إقامة من نوع آخر هل يستفيد من باقة كبار السن؟ ما نحول هذا السؤال على الدكتور حيدر. روحي أقدر أخذ تأمين لنفسي؟ طبعا تقدرين. عموما خلصنا موضوع التأمين، ما ندخل موضوع ثاني مختلف تماما، ولو أن صاحب هذا الموضوع أيضا مستأذي بعد من موضوع التأمين على كثر الاستفسارات التي لأن فيه لبس عند الناس. لكن مستمعينا، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خلال شهر نوفمبر الماضي قرار المجلس رقم 62 لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من الإصابات إصابات العمل والأمراض المهنية بهدف تعزيز إجراءات السلامة المهنية للموظفين ووقايتهم من إصابات العمل والأمراض المهنية وتوفير الرعاية الصحية للمصابين منهم. طبعا للحديث عن هذا القرار وأهدافه ودوره في حماية الموظف، يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي. صبحك الله بالخير دكتور، سامحنا عاد بطينا عليك. لا صبحك الله بالخير وبالنور إن شاء الله. نحن نحاول اليوم نختصر قدر الإمكان على أساس نحط أكبر عدد من المحاور اللي موجودة لنا ونغطيها. دكتور يعني قبل أن نبتدي نذكر بأرقام التواصل 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. دكتور فكرة عامة عن هذا المشروع وأهدافه. أولا اسمح لي أن أعبر عن سعادتي دائما بلقائي بل أشرف بلقاءات المتكررة معك. والحقيقة أن هذا كما هو موضوع التأمين موضوع الساعة ورعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل وأمراض المهنية فهي أيضا تعتبر حديث الساعة بين موظفي حكومة دبي. طبعا دبي بمعاييرها العالية عودتنا على هذه القرارات التي من مصلحة موظفين الحكوميين بشكل عام. طبعا القرار اللي أصدر صاحب سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المكتب التنفيذي الحكومي بدبي هو قرار رعاية الموظفين الحكوميين من إصابات العمل الأمراض المهنية. وإلحاقا بهذا القرار اللي الحين هتكلم إن شاء الله موجز عنه أصدر معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة الجدول المحدد للأمراض المهنية ونسب العجز الكلية. الأهداف المشروع هي بشكل مبسط خلق بيئة عمل آمنة للموظف الحكومي. جميل. كما هي وضع مظلة للتعويضات الموظفين الحكوميين ما تفاخر به دولة الإمارات بشكل عام وإمارات دبي بشكل خاص هي الموارد البشرية التي لديها، عندما تحافظ على سلامتهم وتحافظ على حمايتهم من الأمراض ووقايتهم من ذلك فهي أولا تزيد نسبة الإنتاج وتزيد جودة الإنتاج وفي نفس الوقت فهي تحافظ على صحة هذا الموظف الحكومي. طيب الفوائد دكتور من أو الحماية المحققة لموظفي حكومة دبي من وراء هذا القرار؟ نعم، الآن أصبح موظف حكومة دبي محمي بمظلة نسميها مظلة التعويضات. أولا نعطي فكرة ما هي إصابة العمل. إصابة العمل بشكل عام هي أي إصابة تنتج عن حادث، هذا الحادث هو عبارة عن حدث بين قوسين حدث مفاجئ يحصل للموظف أثناء في مقر عمله أو بسبب عمله. هذا الحدث يحصل إما في مقر العمل أو بسبب العمل أثناء خروجه من مقر سكنه إلى مقر عمله أو بالعكس أو أثناء قيامه بوظيفة التي مناط بها أو أثناء تكليفه بمهمة خارج إمارة دبي. أنت ذكرت شغلة مهمة، أثناء خروج الموظف من مقر عمله أوكي. سكنه إلى عمله. نعم. أو العكس يعني. نعم. هو طالع الصبح من الدوام. نعم. طالع من البيت سار الدوام. نعم. سوى حادث دون انحراف. طيب دون انحراف عن المسار المخصص للذهاب. أوكي. بمعنى آخر كيف تقيمون هذه؟ هذه هي التقييمات. هذه التقييمات تأتي نتيجة الكروكي أو نتيجة تخطيط الحادث اللي يحصل اللي تجينا تقارير تابعة من الشرطة أو من الجهات المختصة. أي. من طبعا نعمل تكييف للحالة بشكل عام كامل، كيف كان ذاهب وين رايح الساعة كم هل كان مجهد ولا إحنا حنا حالة من الحالات إنه دكتورة أخت عندنا في المستشفى طالعة مستشفى لطيفة نتيجة المناوبات أصيبت بإرهاق وإجهاد فغفلت عينها لحظات فما شفت نفسها إلا
مسوي حادث. نعم تريد أن تكيف أنت هذا الموضوع، هل هذا يعتبر إصابة عمل؟ هي خارج من المستشفى وفي حرم المستشفى، لكن نتيجة الإرهاق والإجهاد هل نعتبر هذه إصابة عمل؟ نعم نعتبر هذه إصابة عمل. أوكي. طيب ماذا نفعل بعد ذلك إذا إحنا حددنا إصابات العمل؟ طيب دكتور أنا بقول لك، حي واحد من ضغط العمل الكبير عنده، زين صار عنده ضغط عمل كبير وسترس يعني مش طبيعية، أزمة. جميل. هذا ضمن إصابات العمل؟ هذا سؤال رائع. لم يغفل المشرع في القرار أن يذكر حتى الإجهاد والإرهاق هي من إصابات العمل. والإجهاد والإرهاق الذي يؤدي إلى وفاة أثناء العمل أو في أثناء تكليفه بمهمة في عمله فيعتبر أيضا من إصابات العمل اللي يستحق عليها الموظف تعويض. جميل. طيب في حال إفادة الموظف دكتور لمهمة رسمية أو خارجية خارج البلاد وتعرض لإصابة هناك، هل تقوم جهة العمل برعاية هذا الموظف صحيا أو إعطاء بعض التعويضات في هذا المجال؟ نعم، القرار لم يغفل هذا الكلام وقال أنه أثناء الإفادة بمهمة رسمية أو تدريبية أو ما يتعلق بعمله فيعتبر تحت مظلة التعويض ومظلة الرعاية الصحية للدائرة. طيب دكتور ما بين ما قبل القرار وبعد القرار، يعني على السريع دكتور شو اللي كيف كانت التعويضات قبل وكيف صارت؟ الحقيقة أنه قبل يعني كانت تعتمد اللجنة الطبية كانت تعتمد على القانون الاتحادي لـ 1980 في قضية التعويضات، لكنه السنتين الحقيقة الماضية اشتغلوا الأخوة بتكليف من معالي أحمد الإقطامي ب 16 خبير منهم الموارد البشرية ومنهم القانونيين ومنهم الدكاترة ذوي الاختصاصات المختلفة ووضعوا هذا القانون المتطور الحقيقي وجداول للعمل. لم يهملوا شيء الحقيقة حتى يعني من تصلب العصب البسيط إلى الشلل الكامل أو الوفاة الناتجة عن إصابة عمل اللي هي تعطى نسبة 100%. طب ما سألتني 100% من إيش؟ يعني أنا لما أجي أحدد في اللجنة الطبية العمل هذا يستحق 35%، من إيش 35%؟ 35% من رواتب تعويض. نعم الراتب الأساسي لمدة 3 سنين نحسب له إياه ونقول بعدين في الآخر إن هذا نسبة العجز هذا بناء على الجدول اللي أمامه اللي اعتمده معالي حميد القطامي في يوم 17/12/2016. 35% نضرب في 35% من نسبة الهاي. ما تجعلك تفتخر في دبي انه لك طيب انا هذا الموظف عندي انا راتب 1500 ورواتبه في خلال 3 سنين مع الراتب الاساسي يمكن ما يعدي لك 30,000، تعطيه بعد 30% منهم؟ قال لك لا، قال لك المينيمم عندك الحد الادنى 200,000 درهم والحد الاعلى 1,000,000 درهم. أوكي. فوضع لك حد ادنى وفي حد اعلى. نعم في عداله كبيره جدا حقيقه. جميل. حتى يستطيع انه يمارس. صحيح. جميل. هذه شغله وايد مهمه دكتور. نعم. لكن الحين اسال، بعض الاحيان هنالك يعني بعض الامور اللي تستوي في الادارات دكتور، مثلا في بعض البطولات بعض الشغلات الرياضيه يقوم تقوم جهه العمل بإفاد هؤلاء الاشخاص الى هذه البطولات لتمثيل جهه العمل. نعم. هذه تدخل ضمن التعويضات؟ هذه كلها من ضمن التعويضات ما دام موظف حكومي في احد الدوائر. في امامنا قسمين، القسم الاول اللي هو انه اثبات ان الموظف كان يقوم بعمل ما لم يتعد لتعمد إيذاء نفسه، لم يكن تحت المسكرات أو المخدرات أو ما شابه ذلك ما تذهب العقل أثناء العمل. هاي. أنه أقام بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة. وأن يكون هذا العمل الذي قام فيه هذا الموظف ليس تطوعيا، بمعنى هو يجب أن يكون مكلفا بهذا العمل، مدام دخل في هذه المنظومة فهو يستحق التعويض بناء على تقرير صادر من اللجنة الطبية العامة إذا كان موظفا مواطنا غير خاضع لهيئة مظلة المعاشات التأمين الاجتماعي أو كان وافدا. إذا كان مواطن فالموضوع يحال إلى اللجنة العليا المختصة اللي هي الاتحادية اللي صدرت بالقرار الثاني. كل العلاج من الإسعاف إلى الذهاب إلى المستشفى إلى أقرب إلى نقله من المستشفى الخاص إلى المنشأة الصحية الحكومي، بل أكثر من ذلك إذا استدعى الحاجة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العامة بالنسبة للحالتين اللي ذكرتم اللي هم المواطن غير خاضع لها هيئة مظلة التأمينات الاجتماعية أو الوافدين بناء على تقرير اللجنة الطبية العامة بالمشاركة مع التقارير الصادر من المنشأة تسفيره إلى الخارج إذا كان في بعض العمليات الدقيقة أو المحتاجة إلى تخصصات بطريقة معينة جدا أو بطريقة دقيقة جدا سفر للخارج. لا يتحمل الموظف أي نوع من التكاليف. وفي حالات دكتور تواجدت في هذا المجال حتى في هيئة الصحة كانت هناك حالات بعض الحالات اللي تكفلت بها الهيئة. هذا كلام صحيح. هذا حتى قبل القرار. هذا كلام صحيح.
هذه الحقيقة من الشغلات اللي افتخر فيها الواحد يعني. صحيح. أنه كان حتى يعني بعض الأمور اللي تحتاج إلى سكند أوبينين أو إلى رأي ثاني، بعض الأمور تحتاج إلى رأي ثاني كان الهيئة الصحية تبعث، وقد يكون يعني أقول لك بكل صراحة قد يكون العلاج الموجود المتوفر عندنا في الدولة قد يكون أفضل من الخارج، لكن بعض الناس عند التوجه إنه إذا في الخارج أنا أرتاح نفسيا ممكن يعالج نفسيا، وهذا أخذ بعين الاعتبار في هيئة الصحة. جميل دكتور، كم الفترة اللي أنا أحتاجها إذا أصابتني أي إصابة مهنية للإبلاغ عن هذه الإصابة من أجل التعويضات؟ جميل جدا. أولا نحن حددنا إصابات العمل، طب ما هي الأمراض المهنية؟ الأمراض المهنية هي تلك الأمراض التي حددها المدير العام في جدول. بمعنى أنه المرض المهني، أعطيك أمثلة، هو جدول طويل جدا لم يغفل أي شيء، تنفس أول أكسيد الكربون، التعرض للتسمم بالزرنيخ، التسمم بالرصاص، ما خلى شيء، حتى غمزة العين تعرض لها ويستحق عليها الموظف. صحيح. لكن يجب أن يكون هناك علاقة سببية علمية بين تأثر لهذا العامل الخارجي أو العامل المؤثر وبين المرض. يعني ما تقدر تقول لي واحد يعني ينظر إلى الكمبيوتر مثلا 8 ساعات يوميا وأصيب بألسر في قدم أو هذا، تقول لي هذا له علاقة سببية بهذا؟ لا، كله له علاقة سببية. رقم 2 أن تكون المدة كافية للتأثير أو لتطور هذا المرض المهني. ورقم 3 أن يكون المرض المهني قد ظهر عليه أثناء خدمته أو ما بعد 2 سنين من انتهاء خدمته. طيب إذا تكفلنا في علاجه ورعايته وهيئنا وعدنا دمجه في المجتمع، لكن خلال 6 شهور ظهرت الأعراض مرة أخرى، نعيد مرة ثانية. جميل دكتور، نحن عندنا تقريبا 3 دقائق دكتور في الحوار، بس ناخذ أهم المحاور اللي تبغي تتطرق لها دكتور من خلال هذا الموضوع، موضوع القرار اللي تم إصدار من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد، رقم القرار 62/2016 بالضبط، والجداول المهنية ونسب العجز رقم 143 صادر عنها. أنا أحب أخبر في حقوق الموظفين أنه يجب أن يكون عند تعرض الموظف لأي إصابة عمل أن يكون التبليغ خلال أسبوع ماذا لم يكن هناك عذر، يعني مثلا لا سمح الله سوى حادث لكن دخل في غيبوبة بالضبط، وهذا فيجب أن يكون عذر مقبول. رقم 2 يؤثر إلى دائرة الموارد البشرية، دائرة الموارد البشرية لها دور مهم جدا، في حد من الناس ما يعرف دكتور بالضبط، عشان كذي احنا قاعدين لازم يعرفنا بالضبط. اذا انا ما اعرف وطاف الاسبوع صحيح خلاص تروح علي، هنا ترجع للتقييم الدائرة نفسها. ثم يجب ان تبلغ دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي ومركز الشرطة في بعض الحالات اللي فيها شبهة جنائية، قد يكون واحد من زميله يعني رمى عليه شيء. صحيح. رقم 2 في حالات لا سمح الله الكوارث، الحرائق والتي تحصل في المؤسسة. رقم 3 اذا كان هناك يعني بعض الامور اللي تتعلق بالسلامة المهنية، انه لم يقم ب والله ما انا ما ادري دكتور، انا هذا احاول ابسط اللي اتذكر من الموظفين دكتور، انا طالع مكاتبنا كانت فيها كونستراكشن وغبار وكذا، فزلكت دكتور يعني مثل الخلع في كتفي، والله لو ادري كان طلب تعويض بالضبط. انت مغطى بالعلاج، اقول هذا مهم جدا النقطه اللي ذكرت، ليش انت مغطى بالعلاج لمده سنه كامله؟ صحيح. او حتى يتم الشفاء إن شاء الله رب العالمين، أو لا سمح الله الأمر الآخر اللي إن شاء الله يبعد عنك وعن المستمعين كل شر يا ربي. الآن خلال سنة أردنا أن الحالة محتاج العلاج أكثر، نرجع إذا كان مواطن خاضع إلى هيئة المعاشات والتأمين الاجتماعي، تقرير طبي من اللجنة المختصة سموها اللي هي تجدد له راتب إجمالي لمدة سنة أخرى. جميل. إذا كان وافد أو إذا كان مواطن غير خاضع لمظلة الهيئة التأمين الاجتماعي نعطيه مدة سنة أخرى، عفوا المواطن مدة سنة أخرى، وبالنسبة للوافد 75% من الراتب الإجمالي، وهذا تطور جديد. في المرة الماضية كنا محددين بسنة واحدة وما نقدر نكمل على الموضوع. جميل دكتور، نحن شاكرين لك يعني حقيقة هذه التوضيحات، وبعد ما نتكلم عنها مرتين وثلاثة وأربعة يعني خلال السنة القادمة إن شاء الله، بعد ما نعيد هذا الموضوع ما نتكلم عنه بتفصيل أكثر. أكيد. دكتور عاطف عبد اللطيف رئيس اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي كان يحدثنا عن قرار سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم رقم 62/2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية. طبعا مستمعين، أنا يوم جتني هذه الإصابة على طول توجهت لواحد من الأطباء اللي يعزون على قلبي، اللي هو دكتور فيكتور
بطرس. دكتور فيكتور موجود معي على عن طريق الهاتف، هو استشاري ورئيس قسم الحوادث بمستشفى راشد والمدير الطبي للفعاليات الخارجية. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك محمود. يا هلا. تتذكر يوم انا يعني خلع في كتفي واتصل؟ أيه. انا ما ادري لو ادري كان طالب تعويض دكتور. لا سولف طلعت. حبيبي دكتور، فعاليات راس السنة بدبي يعني تم اعتماد خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية واللي هي إن شاء الله متوقع أن تستقطب 2,000,000 شخص. طبعا هنالك 26 سيارة إسعاف و 1,250 طبيب وممرض. وبما أنك أنت المدير الطبي للفعاليات الخارجية، نبغي نتكلم عن جهود هيئة الصحة بدبي في هذا المجال، وأيضا شو الاستعدادات وشو هي الإمكانيات اللي طرحتها الهيئة للخروج بهذه الفعالية بشكل آمن. طبعا الهيئة بتشارك من زمان خلال لجنة تأمين الفعاليات بدبي بتغطية الفعالية هذه. السنة قدمنا الخطة، والخطة هي كانت تهدف أنه تغطي لمعظم الحالات المتوقعة وتقدم خدمة مميزة طبية آمنة للمتواجدين. فتم إنشاء مستشفى ميداني وفي ثلاث باصات، كل باص هو عبارة عن عيادة ممكن يصير، وفي عيادة بقلب دبي مول. بكل نقطة من هالمراكز الطبية هذه في فريق طبي، في 2 كونسلتنت موجودين وفي حوالي 23 طبيب موزعين على هالعيادة، تقريبا 4 أطباء بكل نقطة، إضافة إلى 25 ممرض من هيئة الصحة. فهذا الفريق كله بيشتغل بالضبط جنب لجنب مع مؤسسة خدمة الإسعاف، مع الباراميديك والإسعاف اللي موجودين هناك. فإن شاء الله الأمور تمر بخير، إضافة على أنه الهيئة وكمان قسم الحوادث مهيئ بتيم ضمن الحوادث لتغطية بقية الفعاليات واستقبال أي حالات ممكن تكون بحاجة لخدمة. دكتور راسني. دكتور السنة الماضية نحن واجهنا أزمة، وإن شاء الله يعني هذه ما تتكرر أبدا يعني، لكن تعامل مع هذه الأزمة كان في احترافية عالية. بالضبط السنة الماضية لأنه كان عندنا نفس التيم تقريبا متواجد بالمكان، وتم فتح مستشفى ميداني فوري منطقة للعلاج هناك، وكانت الأمور طيبة، تم السيطرة وعلاج معظم المصابين بمكان الحادث المستشفى الميداني. ممتاز جدا. وهي كانت إصابات بسيطة، ما في أي إصابات خطيرة، عبارة عن بس استنشاق للدخان، وكان وقت الدفاع المدني لعب دور كبير كمان لجانب الإخلاء. جميل. إذن دكتور فيكتور بطرس استشاري ورئيس قسم الحوادث بمستشفى راشد والمدير الطبي للفعاليات الخارجية، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وهذه التوضيحات، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في تنظيم هذه الفعالية. شكرا جزيلا لك دكتور. أخي محمود الله يكون معك، كل عام بخير وأنت بصحة وسلامة. وإذن مستمعينا في آخر حلقة لنا في هذه السنة، في عندي بس واحد يسأل ميثا، يقول أستاذ محمود هل مددت مهلة التأمين؟ وشكرا. طبعا شركات التأمين الصحي سوف تواصل استقبال الطلبات الخاصة بالتأمين الصحي، وبتكون شغالة يوم اليوم باكر بعده حتى الإجازة يوم الأحد، بعد هم شغالين يستقبلون طلباتكم. هل مددت؟ تم يعني تقديرا الهيئة قدرت الموضوع أن في ضغط كبير على هذا الضغط الكبير على شركات التأمين، ممكن أنه شوي يخلي الناس يعني يتوافدون في 3 أيام بشكل مخيف. نحن شو نقول؟ الهيئة قدرت هذا الموضوع زين، وقالت أنه نحن ما نعطي فرصة أكبر أو تعطي فرصة، ما حددنا التاريخ كم، لكن هي مسألة تقديرية أن تعطي فرصة أكبر، ما بتخالف الهيئة في هذا المجال في الأيام الجاية، يعني ما راح يكون في مخالفة، لكن هي تمديد بسيط. ليش؟ لسبب بسيط، أن الفكرة ليس
ان نحن نخالف الناس. الفكره ان الكل يستفيد من هذا المشروع القومي، المشروع الحكومي اللي العائد فيه على الافراد اكبر من من يعني من الشركات نفسها. يعني هامش الربح على حسب كلام الدكتور حيدر يقول بسيط جدا بالنسبة لشركات التأمين. فالمشروع قومي يا جماعة الخير، نتمنى أنكم تلتزمون فيه. عموما لا تنظرون للمخالفات، انظروا إلى مسألة متى راح تأمن وكيف راح تأمن وشو راح تستفيد من هذا التأمين. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وآخر حلقة في عام 2016، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله مطلع العام القادم 2017، ويكون عام يعني مليء عليكم بالإنجازات والإيجابية ومليء بالصحة والسعادة. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، كانت معنا حمد المعيوف في التنسيق والإعداد فريق قسم الإعلام، وفي الإخراج ميثا بن بيات. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.